باخد دواء اسمه سيبرالاكس وده مصنف مهدئ. لا خالص، سيبراليكس سيبرالاكس مضاد مش للاكتئاب مهدئ. وموش جدول خالص خالص. طب شكرا يا احمد، عشان لو معانا على التليفون الدكتور بتاعي كتبهولي، لكن بيعمل لي ضغط وما بنامش وبقيت بنسى كتير، ولما وقفته رجعت تاني احسن بس مش بنام. لا هو بصي حضرتك، الاثار السيبرالاكس الجانبيه دي الحقيقه مش من الدواء، ممكن تكون الاثار الجانبيه دي من المرض نفسه والدواء لسه ما اشتغلش، لكن السيبراليكس ده مضاد للاكتئاب، لا يصنف بالظبط. مهدئ ولا هو جدول، ولا الحقيقه ملوش مشكله في القصه دي. نصيحة بقى للشباب هو النصيحه الكبيره ان هم ما يجربوش حاجه من الحاجات اللي هي بتيجي، لان ده بيبقى الغرض منها هو تسويقي، والاثار الجانبيه بتاعتها بتكتشف بعد كده. تمام، دي اول نصيحه. الحاجة التانية برضو حتة الـ الإعلام، تضخيم الأدوية المهدئة على إنها مخدرات، ده الحقيقة المفروض إن احنا نحط كل حاجة في وضعها. الأدوية المهدئة هي أدوية علاجية في المقام الأول. يعني في، يعني حضرتك كطبيب نفسي بتكتب وقد يحتاج المريض طبعا للناس كم من الناس اللي بيحتاجوا طبعا. مهدئات زي الزانكس وزي الحاجات دي، كم كبير. أنا الحقيقة ما شفتش حد مدمن على الزانكس. الأدوية اللي بتعمل إدمان معروفة، ودي بيبقى استخدامها وبالتالي احنا عايزين نخرج دي من الجدول وندخل بقى الأدوية الحقيقية ستروكس أو إذا كانت هي جدول تاني فيبقى فيها درجة سماح أكتر شوية. إحنا الحقيقة بنطالب إن كل الأدوية تبقى بإشراف طبي زي ما في أي مكان. يعني حضرتك ما تقدريش تروحي في أي مكان بره وتصرفي حتى مضاد حيوي من ما غير ما يكون بنصرفش اكتر من بنادول. بالظبط الحاجات يعني اللي هي ده اوفر ذا كمان لو كاونتر خدت اللي هي ثلاث، الاو يعني تي احنا سي. بنسافر بره فنبقى عايزين نشتري مثلا ستوك بنادول تمام عشان نوع معين مثلا، تمام. فما بنقدرش ناخد اكتر من مثلا علبتين، يقول لك لا ما وانا ينفعش. بس هقول لحضرتك المشكله هنا ايه. المشكله ان برضو عشان الظروف الماديه المريض غصب عنه بيستسهل، مش عايز يروح يدفع لدكتور فبيلجأ للصيدلي، او انا خدت الدواء قبل كده ونفعني. طبيا الكلام ده مش صح، لان ما يلائم مريض قد لا يلائم الاخر. حتى لو كان واحد يعني جاري خد يعني مضاد للاكتئاب او خد دواء منوم وريحه، لا ممكن ده ما يلائمنيش، القانون فدي بيقول ممارسه طبيه اكتر خطا. من كام قرص لازم يبقى معاك روشته 20؟ لا هو لازم يبقى معاك روشته في جميع الاحوال. في جميع الاحوال، والمفروض فالناس عدد اللي الاقراص بتاخد زانكس، كالمابان، كل المهدئات يا كل فندم المهدئات والمنومات او الهيبنور المنومات والحاجات دي، لازم يبقى فيه وادويه روشته. الكحه، وللمسافرين للخليج اللي رجع.